حنايا كجمعيه كتعنى بحقوق المراه والطفل، كان الدور ديالنا كيستلزم انه ننتقلوا الى مدينه بليملال، الى نواحي مدينه بليملال، باش نطلعوا على هذه الحاله هذه ديال هذه الطفله اللي هي طفله حيت عندها 17 عندها 17 عام اللي مغتصبه اغتصاب جماعي وحشي. وكان بالنسبه لنا من الاولويات انه نرافقوها باش دوز التحاليل ديالها باش نعرفوا ديجا واش ما عندهاش ما انتقلش لها شي مرض جنسي معدي، وباش نطمئنوا على الحاله الصحيه ديالها، وبعد لا سويت المواكبه المعنويه والنفسيه والقانونيه غتجي او فيغ يا ميزور، غتجي بالتوازي. دونك حنا فرحانين بزاف بالتعاون اللي لقيناه مع سكان مدينه بليملال ومع اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان. حنا فرحانين بزاف بهذا التعاون، وخاصنا نكتفوا اكثر واكثر التعاون، نديروا اليد في اليد، وحنايا كمجتمع مدني نتعاضدوا وبيناتنا نحلوا مشاكلنا. وهذا مشكل ديال المجتمع المغربي ومشكل ديال الراي العام، وكيبان لي بانه المغاربه خاصهم يتحدوا، هما ديجا متحدين ويل سامباتيز انورميمون مع السيده مع الاخت خديجه، وحنايا جينا غير باش نوصلوا ليها الحب ديال الناس في مراكش والمسانده ديال الناس في مراكش، لانهم كانوا بيودهم انهم يجيو المنخرطين ديالنا، ولكن ما تمكنش لهم، وحنايا كنمثلوهم في هذا الاطار.